تعال 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 ابلع منا ابلع من هذا على مود لا تجي على الداينو مالي وقوة لاقي يا الغثيث يا البوت يا المنوب. خلونا نشوف شفت لي انا ابو 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 تفله شفت هنا اريد اجرب عالية توربر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله طيبين. رجعنا وياكم فيديو جديد وبحلقة جديدة من حلقات الترويض. طبعا مثل ما شفتوا بالحلقة الفاتت قلت لكم عن الحيوان الباتشي او الباكي، مو الباكيراينو لا هذا، قلت الا الروضة، فهاي الحلقة لازم الروضة ونشوف شنو مميزاته وشون يعطي توربر ويعني نتكلم عليه ومعلومات وهاي السوالف. فقبل لا نروح نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر الله ونقول بسم الله، ولا تنسون يا ولد لايك واشتراك وشير للمقطع، الله يسعدكم يا رب. يلا ليتس جو. اوكي شباب، طبعا انتم متعودين اول ما نبدي واني هم تعودت اول ما نبدي الحلقة قبل اجواء عصر وراح يصير ليل، لما نحكي لازم ننام ونقعد وهاي السوالف على مود يصير النهار، اوكي عادي عادي. طبعا شفت بالحلقه اللي فاتت انه عنده ريزيست عالي ضد شو اسمه، عنده ريزيست عالي ضد التوربر. يعني البومان كان مطور ونضربه باسهم، الاسهم اللي نضربه بباقي الحيوانات يعني تجيب فوق ال 600 توربر. لكن هو يجيب له تقريبا 150 توربر الطالع، ما اعرف عنده ريزيست عالي ضد التوربر وهاي السوالف. فاليوم نستكشفه وهو يعطي توربر عالي، واتوقع عنده ريزيست ضد الدمج ايضا، ويعني نستكشف الامور اللي هو يسويه. طيب ايش ناخذ ويانا؟ شيء اكيد ناخذ وين هو ينلزم بالبوله. حلو؟ طبعا هذا الكارنو حياته اللي راح نسوي له مقارنه ويا الالاسوروس، ولكن نسوي المقارنه مال ستاتس على قولة الولد بطريقه ثانيه. قال لي ليش ما تسويه بالدودو ديكس، وفكره حلوه لان الدودو ديكس يعطيك الستاتس المثالي الرئيسي، حتى اقدر اخليه على ليفل واحد براحتي. بس هذا راح نخليهم لل ما ادري دمج الدميه ممكن يعني يفوز بي انه كديناصور بهذا الليفل، يعني اوكي. خلونا ننام يا ولد، خلونا ننام على مود نصحى الصبح والصباح رباح. قعدنا من الفجرية شروق الشمس توا وصباح الخير. اكو قالوا نريد نشوف الدمج مال التايتن، صراحة حتى انا ما شايف الدمج مال التايتن، ولكن خلونا نسوي لنا دمية وناخذه ويانا هيجي نروح نشوف الدمج قبل لا نروض. اوكي وهاي الدمية وسوينا. طيب هذا الحيوان الباتشي اللي راسه مدبب مثل بسامير براسه، ما ادري شنو هو، من شنو يتروض؟ شنو ياكل؟ ياكل الكبل مال الدلو ابو تفله. نعم طبعا ابو تفله العلم، ابو تفله اللزقه المكروه. من شنو ينصنع؟ بيضة ابو تفله، الليمون واحد كوكد 100 جيركي مو برايم، 100 جيركي العادي، واثنين ميجو بيري وثلاثه فايبر، وينصنع عندك شو اسمه الكبل. زين احنا ما راح اصنعه هذا، اروح اشتري من المزرعه مالتنا، لا مو مزرعه، مزرعه بعدني بعدني ما مسوي المزرعه يا ولد. اوه ردنا نروح بالمي، بعدني ما مسوي المزرعه. لا لا عادي عادي، هسه نسويه واليونيكورن من الروضه على مود نحكي على فوائده واستفاد منه بالمزرعه ايضا. اخذت الدميه وياي بالله، والله ما اتوقع اخذته. اي والله اخذته، استغفر الله، اخذته يا ولد. هسه لعيونك نروح نشوف الدمج مال التايتن ونرجع نروض الباتشي، نجربه نشوف شنو فواده، شنو التوربر اللي ينطيه. هسه جيب الدميه نخليه وين؟ نخليه يم رجله على مود لا يتعب. شوف الخطيه رجليناته ايش صايره بيه، تورم صاير عنده من نايه. خلونا نصعد ونجي نضرب هاي الضربه. وات؟ صفر يا ولد، صفر هيات الدميه يمنا، صفر يا ولد صفر. اوكي خلينا نشوفها بهذا الضربه الثانيه يطلع له ولا. الله يا ولد الصدمه هاي، صفر ما يقيس الدمج ماله، الصدمه الدمج التايتن طلع صفر يا ولد. يبلع
لطباخ مال الكبل. نجي هنا ناخذ موجود يب ديلوبوسوروس ديلو ايج. اوكي جيب انطينا وخلي الروح ندور عليه. او ما عندي شو اسمه اسهم توكسون. او ماي جاد او ماي جاد بلعنه بلعنه بلعنه. لا اكو الروح هناك هسه بين الجبلين. نروح نجيب منك الاسهم. انطينا منايا بوليمر وانطينا شو اسمه هم. اوه ثقيل صار اللاعب. هاي خير. اوه والله عندي كوما بوليمر. هاي اللي رادلنا فقط شو اسمه نصنع اسهم عاديه. جيب 11 سهم. لا فلينت ماكو هنا. هاي رادلنا نجيب فلينت. اوكي تمام اتوقع تمام. يب 29 سهم توكسيك. اوكي وضعنا بالسليم. نجي لهذا مثلا نشوف لنا فد رافتر غثيث ضوجنا ذاك الحلقة. نجي عليه هنا بهاي الحلقة. ما عليه هذا هذا ما عليه بس هيك. نجي عليه نشوف عصب ابلا واحدة من نايا ارجع للبيت. يلا يلا منا يا اخي. ليش تخلوني اسوي شو اسمه اسوي اجريسيف؟ ليش تخلوني اسوي اجريسيف عليكم؟ ليش الراينو مو يا الله العظيم يطيح حظكم اذا اسوي اجريسيف. يا كل شويه واحد جاي لطف طف يضربه. لحظه ايش ما عندي صوت انا. منص الصوت كلش. اوكي عادي. اروح اجيب مسرع يا ولد ونرجع ندور عليه واقول لكم على اماكن التواجد مالته. يلا ليتس جو. اوكي شباب قاعد ادور لي على ليفل عالي على مود شنو. ما نقول ها لو كان ليفل اعلى يمكن يكون هالقد. لا اريد ليفل عالي على مود اشوف التوربر وهاي الشغلات ميزات الحقيقيه. طبعا مثل ما تشوفون بالماب انه ما كنت واجده بكل مكان يعني ما عنده مكان محدد. دور ولكن ايضا دور بالاماكن اللي انا جاي اروح له. اوكي شفت هنا الليفل 150 هنا هذا ولكن اريد لي ليفل اعلى يعني يصير فوق ال 200. شي رهيب والله لو فوق ال 200 نلقى ليفل 100. الاكثريه جاي القاهم ليفل 100 يا ولد. شوفهم شلون اماكن يتواجدون قوه. تشوفهم شو هذول اثنين. هذا اثنين هنايا دائما واحد ليفل ناصي. اوه ليفل 240 هذا ايش قد. دائما واحد ليفل ناصي واحد ليفل عالي. شوفوا اها لحظه انا اعلمك. اي الزموه استلموه عاش استلموه ابلع. نام يلا نام يلا استلمه يا بطل. هسه انت تعال لي على مود اروضك. نضربه ضربه ونشوف التوربر ايش قد يجي له. والله صعد التوربر. حلو لان هذا ترى الف الدمج مالته تقريبا الف. نام لك نام يا الكلاوتشي. لا مو بالمي يا اخي مو بالمي. هم زين ما ينزل شو اسمه مالته يا ولد. ما ينزل الاكسجين يا الغثيث. ما يحلل المي شكو. تعال ابلع من هذا على مود لا تجي على الداينو مالي وقوه لاقي يا الغثيث يا البوت يا المنوب. لحظه اوتر هيج. والله اخاف الضربه يا الاوتر. اخاف الضربه ابلع. وين طار. خلوا منها سياكله وحده ويقوم اتوقع واذا مو وحده اثنين. طبعا شم واحد يعني. كبل واحد جيب نايس ليفل 359. ليتس جو للبيت يا ولد. نستدعي ونسوي استد الماته ونجربه بالبيت. هذا الترويض الزين ليفل 240.
نايس. يعني ما باقي له شيء على ماكس ليفل. لو لاقين ماكس ليفل الحياة. نجي هنا هسه نسوي السدل مالته مو بالش اسمه يصير بالعادي يمك بالانفنتوري. الباتشي وين باتشي 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 سدل باكي يمكن باكي هو باكي شلون الباك راينو نفسه باكي اتوقع يب باكي سدل شيريد يريد بس هايد جيب الهايد حبيبي هاي انا كرافت يريد 110 هايد 65 فايبر 20 وود وينفتح عندك يا ليفل ليفل 14 ينفتح عندك وينصنع عندك بالانفنتوري هسه بين ما يجي اللي راح اسويه انه انام واقعد على مود الاجواء همينه لا تتخربط اوكي وصل الحلو نخلي له السدل مالته اوكي حلو اللي نسويه ننام يا ولد ننام على مود نقعد الصبح على اجواء انقى واصفى من هكذا اوكي شباب طلع الصبح ومثل ما تشوفون احنا راكبين الداينو هذا طبعا سرعته مو سريع يعني بالنسبة لهيج ليفل ولكن عنده القفز يقفز قفز مو عالي بس حلو اذا نجي يم الشجرة يجمع تاتش وود مو هالقد تاتش وود لكن تاتش اكثر من الوود مو هواي ولكن يجمع خلونا نجرب الدمج ماله 308 على البنايات احنا شو سوينا سبام 308 على البنايات ايش قد على الداينو اوكي 62 على الديناصورات خلونا نشوف شفت لي انا ابو 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 تفله شفت هنا اريد اجرب عالية توربر هيا انا تعال ابو تفله تعال هنا يا الشمس بعد ما تطلع صدق كذب يمكن ما ياخذ فول دمج والله ما جاء ياخذ فول دمج يا ولد يعني اكو ديناصورات من هالمسافه يقفزون ياخذون فول دمج تعال 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 ابو تفله تعال تعال حق التجارب اوكي انطيناه ضربه انطيناه ضربه اريد اجرب اشوف ايش قد انطاه توربر اوكي 37 توربر انطيناه بالضربه مالته عنده نوك باك يسوي يرجع الديناصور لورا والله التوربر مالته مو كلش قوي يا ولد راح راح ينام راح ينام يا ولد ايوه ربي راح ينام راح ينام ابو تفله تعال 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 خوش ركن مات 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 ابو تفله مات يا ولد يعني شوف شوف هذا البترادون وين عفت الاماكن كلها راحت هناك بالسباحه لا بطيء والله بيض طلع انا حسيته انه يعني يطي توربر عالي يعني مو ماكو انه ما معقوله هذا الديناصور ما عنده ميزه قويه شنو الموضوع؟ الميلي دمج 500% ومو كلش. اوكي المهم احنا جربنا هذا الداينو بس القفز ماله حلو يا ولد. فيب يا ولد لهنا وصلت وياكم نهايه الحلقه، اتمنى تكونوا استمتعتوا وياي، اتمنى يكون الحلقه عجبتكم، لا تنسون يا ولد لايك واشتراك، اشوفكم بالحلقه الجايه. مع الف سلامه.